اهلا بيكم اول فيديو من فيديوهات كل يوم غرزة جديدة في رمضان. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض اول غرزة من غرز في السلسلة دي. هنستخدم كل ابر الكروشيه التونسي الموجودة عندنا، هنعمل بيها وحدات مربعة. الوحدات المربعة دي هتكون عرض مربع 25 × 23 صف، هتكون بالمنظر ده. هوهو، بصوا شكلها تحفة. وفي النهاية هنجمعها وتكون ان شاء الله بعد رمضان بطانية هنستخدم فيها كل غرز الكروشيه التونسي، سواء اللي احنا عملناها من قبل او اللي هنعملها الايام دي. هنبتدي مع بعض. طبعا مش هشرح لكم على اللون الغامق ده نهائي، ده اليزا بيركيوم. اللون ده كان شكل بكرته اهو، تقدروا تجيبوه لو انتوا حابين. البطانية تكون غامقة قوي، فيفضل انتوا تستخدموا الوان تانية لان اليزا بيركيوم نفسه بيوبر، بس طبعا في المقابل بيدفي جدا وسميك قوي، فهو حلو جدا لعمل البطاطين. هستخدم معكم خيط اليزا كوتون جولد، الخيط ده مميز قوي، وعايزة اقول لكم عملت بيه كتير تيتوريال غرز وتيتوريال حاجات مختلفة، ولسه مكمل معايا بعد الفك وبعد استعمال كذا سنة اهو، ولسه زي ما انتوا شايفين تحفة. طبعا ليه هنستخدم كل ابر الكروشيه التونسي الموجوده عندنا تحديدا؟ في غرز بتحتاج ابر صغيره، وفي غرز بتحتاج ابر ضخمه زي الغرز العدله وغيرها. هنعمل كل الغرز اللي انتوا تعرفوها او اللي لسه ان شاء الله هتتعرفوا عليها معانا. غرزتنا النهارده تحتاج ابره يكون مقاسها صغير من رقم 4 اخرك 5.5، لكن مش اكبر من كده. وكمان حبذا لو الخيط تخين مش رفيع. فيلا بينا نبدا. اول حاجه هنبدا بيها عدد من السلاسل، مفيش تحديد طبعا لعدد السلاسل، اي عدد تحبيه هنبدأي بيه مش مشكلة خالص. وهقولك دلوقتي تركاية تعرفي بيها ازاي يكون شكل الغرزة منظم ومميز كده كأنك عدلها مخصوص. بعد كده من ظهر السلاسل وهناخد معانا كل حاجة على الإبرة. هنشتغل النهارده غرزة عش النحل او غرزة الهاني كام. تمام، قبل ما نعمل بقى اي حاجة، طبعا احنا هنعمل عدد سلاسل بزيادة قوي بدون ما نعد. شوف بس احنا العرض اللي عايزينه مثلا 30 سنتي 20 سنتي، ايا يكن العرض اللي انت عايزاه. ده هيفرق معاكي في الكوفية، لكن مش هيفرق معاكي لو انت بتعملي كارديجان او بلوفر. اوكي، دلوقتي اول سلسلة واخر سلسلة ملناش دعوة بيهم، لان هما دول اللي هيكونولي الشكل المنمق اللي انا بتكلم عليه. بعد كده الغرزة بتاعتي اساسا بتتكون من غرزتين تحديدا، الغرزة البسيطة والغرزة المقلوبة. قبل كده لما جيت قلتلكم ان انتوا خدتوا كل الاساسيات، انا فعليا ما كنتش بكذب عليكم، انتوا فعلا خدتوا كل الاساسيات اللي بتنبثق منها بعد كده الغرز اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة. طبعا ده اول صف في الكروشيه التونسي، برتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض. طبعا بما ان الغرزة هي غرزتين في التحديد بالتحديد عشان تكون لي الغرزه دي، فاول حاجه هعملها غرزه مقلوبه، لف على الابره لقدام. تمام، ادي السلسله اهي، اخد طرف الغرزه كاني هعمل غرزه بسيطه، هنزل اللفه اللي انا عملتها وبعدين بسحب. اوكي، غرزه بسيطه، باخد طرف السلسله بس كده من ناحيتي. طبعا احنا من ورا ملناش اي علاقه بالغرز دي اللي هي في الخلف، باخد وبسحب غرزة مقلوبة، لف على الإبرة لقدام، بثبتها بصباعي، اخد طرف السلسلة، انزل اللفة وبعدين بسحب. اوكي، اللي بعدها بسيطة. طبعا احنا كده بنشتغل تبادل على طول، مرة مقلوب مرة بسيطة وهكذا. هنا اهو زي ما انتم شايفين غرزة مقلوبة، وده نهاية الصف. من الافضل دايما ان اخر غرزه دي ما اشتغلش فيها شكل الغرزه، لا مقلوب ولا بسيطه، اشتغل فيها على طول ان انا اخد طرفين السلسله واسحب، وهو ده اللي هيعمل لي المنظر التحفه اللي انا بتكلم عليه. لو اشتغلتي هنا نهايه الصف ايا يكن بقى، هي غرزه بسيطه او غرزه مقلوبه، لان طبعا هتشوفوا دلوقتي ان الغرزه بتتعكس معايا بعد شويه، فهنا الشكل كده هيكون مزجزج. فلما تيجي سعادتك تعملي كوفية هيكون الطرف هنا كده زي المسطرة، والطرف من هنا كده معوج، او يعني جاي كده زجزجة بشكل الغرزة، فده مش مميز جدا.
طبعا الغرزة ملهاش علاقة بالعدد، وديكم شفتوا عادي بدأت بمقلوبة انتهي ببسيطة، او ابتدي بمقلوب وانتهي بمقلوب، مش هتفرق خالص في الشكل، مش ده اللي هيأثر لي على الشكل، ولكن نهاية الصف اخد الطرفين مع بعض هو ده اللي هيخليلي الشكل بتاعي تحفه. بعدين خدت الاتنين سلسله، ارتفع سلسله، طبعا الاتنين سلسله اللي هما بيكونوا في الجانب دول، وبعدين بسحب. دلوقتي هنبتدي نعكس، بمعنى دي اشتغلتها مقلوب يبقى هشتغلها غرزة بسيطة، دي اشتغلتها غرزة بسيطة يبقى هشتغل فوقها مقلوب، وهفضل كده لحد ما اخلص الغرزة بتاعتي. اهي دي مقلوبة تكون داخلة لجوه، حتى كده لو انتي مش قادرة تميزيها هي بتكون لجوه. باخد الطرف بتاع السلسلة عادي زي ما قلنا ملناش اي علاقة بالخلف، وبسحب كده بقت غرزة بسيطة. اللي هي غرزة بسيطة بعدها لف على الإبرة لقدام، اخد طرف السلسلة انزل اللفة وبعدين اسحب. تمام، غرزة مقلوبة يبقى هتكون فوقيها غرزة بسيطة، غرزة بسيطة هيكون فوقيها غرزة مقلوبة. ملاحظين ان احنا صف بنشتغل وصف على طول بنعكس اهو بالمنظر ده. على فكرة الغرزة بتاعتي كده بدأت تتكون، بسيطة مقلوبة. تمام اهي بسيطة غرزة مقلوبة، طبعا الغرزة دي فعليا هي اخت الغرزة الخاصة بغرزة النسيج، غرزة تحفة ولكن هي شكلها اهدى شوية من غرزة النسيج، بتكون فعليا مكونة شكل عش النحل، لان هي حتى من اسمها مكونة كده شكل عش النحل، بتكون مميزة قوي وهادية، ينفع تعمليها للكبار، انا بعملها في كوفية لبابا تحفة بجد، وهوريكم دلوقتي جزء منها. زي ما انتم شايفين انا كده خلصت الصف اهو، اللي كان فوقيها اللي كانت غرزة مقلوبة فوقيها بقى غرزة بسيطة، اللي كانت غرزة بسيطة فوقيها بقت غرزة مقلوبة. نهاية الصف شايفين باخد الطرفين دول كده، وزي ما قلنا في ناس كانت بتسأل لازم نرتفع سلسلة في نهاية الصف، وده مهم جدا. وبسحب كل اتنين مع بعض. تمام، زي ما عملت الصف السابق هعمل الصف ده. يعني ايه؟ الغرزة هنا غرزة بسيطة، يبقى لف على الابرة لقدام، اخد طرف السلسلة ملناش علاقة بالخلف للمرة العشرة، بقول انزل اللفة وبعمل فوقيها غرزة مقلوبة، اللي هي غرزة مقلوبة فوقيها بتكون غرزة بسيطة بالشكل ده. طبعا كده بقيتوا فاهمين ايه هي الغرزة، هي كلها عبارة عن تناوب ما بين غرز وبعضها. لو اشتغلت تحت غرزة مقلوبة فوقيها غرزة بسيطة، لو اشتغلت غرزة بسيطة بتكون فوقيها غرزة مقلوبة، وبنفضل كده صف صف لحد ما نخلص كل الغرز اللي موجودة عندنا. زي ما انتوا شايفين شكل غرزتنا عامل ازاي كيوت، ولو مش حاسين ان هي ليها تأثير هوريكم شكلها في اللون التاني. ترى زي ما انتوا شايفين شكلها عامل ازاي، هي غرزة شكلها كده سداسي طبعا بشكل خلية النحل بالتحديد، شكلها تحفة قوي ولكنها اهدى بكتير من غرزة النسيج، مميزة في الشكل وكمان ملساء كده، وزي ما انتم شايفين ده خيط سميك قوي، الخيط ده هو الخيط ده استوكات او بوكلت زي ما بتحبوا تسموه، ولكنه تحفة زي ما انتم شايفين تأثيره في اللون مع الشكل. طبعا دي بعملها لبابا، اتمنى ان هي تخلص. استخدمت مع الكوفية دي ابرة رقم 4 على اساس ان التعشيقة تطلع سميكة كده، على اساس بقى ان هي لما تيجي تمط طول او عرض، هي شايفين يعني مش بتأثر خالص المط بتاعها، ولكن الشكل نفسه بيبرز اكتر، وده المميز قوي في الغرزة دي.
تحفة فنية، وكمان شكلها من الظهر حلو وبيديني تأثير مختلف خالص. شايفين شكل الغرزة قد ايه منظم من الجوانب، من هنا متوازي كده وشكله نظيف زي البداية بالظبط. وبكده تكون غرزتنا النهاردة خلصت، غرزة عش النحل او خلية النحل او الهاني كامب زي ما بتحبوا تسموها. مميزة قوي في الالوان الفاتحة، ومميزة جدا في الالوان الغامقة. تقدروا تستخدموا فيها اي نوع خيط وهيليق، سواء رفيع سواء سميك. الشكل في النهاية سيمبل قوي، وفي الوقت نفسه كمان على الهادي، مش اضلاع بارزة قوي ولا شكل تحسه ان هو طاغي على المنظر، لا شكل منقوش وهادي اقرب للاشكال الكلاسيكية القديمة، ولذلك هو مناسب قوي لعمل البلوفرات، مناسب قوي لعمل الكارديجان الكوفيات، مناسب قوي كمان ان انت تعملي منه بطانية، وده مشروعنا لرمضان السنة دي. طبعا هعمل نفس الغرزة بمربع 25 سلسلة، وبرضو حوالي 23 صف. او لو عجبكم اللي احنا عملناه النهارده لايك وسبسكرايب، وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد، واعملوا للفيديو شير لو في حد مهتم بالكروشيه التونسي او حابب يعمل بطانيه ويكون كده ليها اشكال مختلفه. وكمان تابعوني على الفيس والانستا لو حابين، وروحوا على التيك توك لو حابين الحاجات السريعه. اشوفكم ان شاء الله في غرزه جديده بكره، هنشتغل مع بعض غرزه تحفه. رمضان كريم، مع السلامه، باي.